لقمة خفيفة لليوم رح نعمل أصابع الجبنة للأطفال، كمان رح نحكي عن الرجيم الخاص بالحوامل. أنا اسمي عامر، بصف أول، عمري 6، بحب أفطر كاسة حليب. باخد معي عمل سنة الشوكولاتة والعصير. طرفوك بحب الأناس، بحب الخيار كتير، بحب الشوكولاتة. البيت كنت تعمل سنويشة، نفتح الخبز نحط لها شوكولاتة. أنا بحب الجبنة الصفرة، أكل صحي منيح. اليوم بفقرة لقمة خفيفة رح نعمل أصابع الجبنة ومعنا عمر. كيفك عمر؟ لا منيح كويس؟ اه. بدك تسوي معي اليوم؟ اه. تمام. هلا هاي الوصفة شوي خصصتها للأطفال اللي عندهم حساسية من القمح، لأنه عادة الأصابع هدول بنغلفهم بالقرشلة، بس بدل القرشلة رح نستخدم طحين الذرة ونحط عليه شوية بيض عشان يعطي اللمعة. في حال الأطفال ما عندهم حساسية ممكن بدل طحين الذرة والبيض بس نحط قرشلة ونحمصها بالفرن. بس خلينا نعرف أول إشي المكونات. رح نحتاج لجبنة موتزاريلا أصابع، 2 جزر، وحبة بطاطا كبيرة أو 2 صغار، وعنا طحين ذرة وبيضة وملح وفلفل. في حال ما بدنا نستخدم طحين الذرة والبيضة بس منغلفها بقرشلة عادية. هلا رح نحكي الطريقة. جاهز عمر؟ أكيد؟ آه. طيب أوكي. أول إشي رح نعمله بدنا نسلق البطاطا مع الجزر، فرح نقطع الجزر هلا بنغمرها بالماء وبنسلقها، بس تستوي كتير منيح، بس ما بدنا تكون كمان البطاطا كتير مستوية، لأنه لما نعملها تغليف بالجبنة ما بدها تكون كتير مرقة عشان ما تطلع الجبنة بالخبز، فبدها تكون مستوية بس ما يكون زيادة عن اللزوم. بنغمرها بالماء وبنخليها تنسلق. هلا هيك سلقنا الخضرة، بدنا نهرسها عشان نحط عليها الملح والفلفل. هلا هيك احنا هرسنا البطاطا مع الجزر كتير منيح، صح عمر؟ شو نحط هلا؟ ملح وفلفل، ساعدني؟ هلا هاي رح نعملها زي طبقات صغيرة، نحط فيها الجبنة الموتزاريلا، وزي ما قلت ممكن نشويها لحالها بس ما نطول بالفرن لأنها بتدوب الجبنة، بس تحمير بسرعة، أو منغطيها بقرشلة بس الأطفال اللي عندهم حساسية بطحين الذرة وشوية بيض. تمام. هلا بدي أحط بيضة هون. تخفق لي إياها، بتعرف تخفق بيضة هيك تحركها بالشوكة؟ يلا
هلا بدنا نحط شوي من طحين الذرة ونغمرها. اوكي شوف كيف. نجرب واحدة. اعطيني انا بوديها، انت بس حركها. هلا بدنا نحطها بصينية الخبز، ندهنها بشوية زيت، وبنحط أصابع الجبنة ندهنها بشوية بيض بس عشان يتحمروا. طبعا إذا ما بدنا نستخدم طحين الذرة بس بنحط قرشلة وبنخليهم يتحمروا بالفرن بس تحمير، لأنه إذا كتير بصفي الجبنة كلها رح تطلع من حشوة البطاطا. تمام، نحط بالصينية. يلا يلا عمر ندهنها، رح اورجيك كيف. وحده هيك شوي بالبيض نصفيها، ندهن هيك كمان هيك. هيك صارت جاهزه، رح نحمرها بس بالفرن، يعني بنضوي فوق التحمير تقريبا 5 دقائق 10 دقائق ليتحمر كله لانه كل شيء مستوي، ونقدمها بعدين للاطفال. وهيك صارت أصابع الجبنة جاهزة، نقدر نقدمها مع كاتشب أو أي صلصة للأطفال. وهلا عمر بده يدوق، تقول لنا عمر شو رأيك؟ تمام، تحب تحط كاتشب؟ زاكية زاكية، شاطرين. وهلا بدنا نشوف طريقة لتقديم الخضار للأطفال. عشان نعمل دوائر الخضار والجبنة نحتاج المكونات التالية: جزر، جبنة، قطعات بأشكال مختلفة. أول إشي منقطع الجزر إلى شرائح، بعدين باستخدام القطعات منعمل أشكال من الجزر، بعدها منعمل أشكال من الجبنة، ومنحط قطع الجبنة المقطعة داخل الخضار ومنقدمها للأطفال. رح نحكي عن رجيم الحوامل. كتير من الحوامل بيسألونا هل من الطبيعي أني أنا أعمل رجيم خلال فترة الحمل؟ طبعاً هاي من الأخطاء الشائعة جداً، لأنه الحامل أبداً ما لازم تعمل رجيم أو تقلل من السعرات الحرارية خلال فترة الحمل، بس إذا كان عندها سمنة لازم تنتبه أنه ما يكون في عندنا زيادة كتير كبيرة من الوزن، وهذا بنتج عادةً عن تناول أطعمة غير صحية، أطعمة المقلية، الدهون، الحلويات بكميات كتير كبيرة. فعشان هيك لازم تأخذ السعرات الحرارية اللي هي بحاجة لها. تقريبا الحامل بتحتاج ما بين 2000 ل 2400 سعرة حرارية في اليوم، وتركز على العناصر الغذائية المفيدة، وإذا كانت بتعاني من السمنة تحاول كمان بالنظام الغذائي الصحي ما يتعدى زيادة في الوزن خلال فترة الحمل أو الزيادة اللي بتكون خلال فترة الحمل من 7 ل 8 كيلو. اليوم قدمنا لكم فكرة لتقديم أصابع الجبنة للأطفال، فكرة لذيذة كسناك خفيفة. كمان حكينا عن رجيم الحوامل وقدمنا فكرة لتقديم الأجبان والخضار للأطفال. أكيد منلاقيكم بفقرة جديدة من فقرات لقمة خفيفة.